من فريق المعارضة لسرد هججهم الباقية وتفنيد ما قاله المتحدث ما قاله فريق الموالاة فليتفضل مشكورا. أصحاب الفخامة والكرامة، سيدي رئيس الجلسة وزملائي من كلا الفريقين، فريق المعارضة وفريق الموالاة، فنحن الآن في هذه الحفلة المباركة احتشدنا حول قضية المجلس، حول قرار المجلس منطوقها يقول: يفضل هذا المجلس عالما بدون مؤسسات إخبارية تمولها الدولة. ونحن من فريق المعارضة نعارض قرار هذا المجلس معارضة تامة، حيث نجد في هذا القرار سلبيات عظمى بيناها، ومن موقفنا هذا إيجابيات عديدة بيناها في حجتنا الأولى وسنبينها في الباقي. فأولا أنا المتحدث الثاني سأقوم لديكم ببيان حججنا الثانية والثالثة، وقد قام لديكم الأول منا ببناء موقفنا وسرد حجتنا الأولى، وسيقوم لديكم الثالث بعدي بالتفنيد الكامل والتلخيص الشامل. فقبل أن أخوض في سرد الحجج دعوني أفند ما قاله المتحدثان من فريق الموالاة، حيث قالوا في حجتهم واعتراضاتهم وتفنيدهم، فكل ما قاله إنما هي تأثير الحكومة أكثر من تأثير شخصيات الأشخاص في الأخبار في المؤسسات الأخبار الممولة من قبل الدولة. ونرده ردا ونسألهم: هل لما لا يجوز هناك احتمال التحيز في المؤسسات الإخبارية الممولة من قبل غير الدولة الذين هم يعملون لأجل تحصيل الأموال ونيل وتكثير الربح؟ فهم أحق أن يؤثروا في الأخبار من قبل الشركات والمساهمين، وذلك الاحتمال قليل في المؤسسات الممولة من قبل الدولة، وأيضا ذلك الاحتمال ممنوع بالقوانين التي أثبتت في الدستور. وهنا أدخل في حجتنا الثانية. أما حجتنا الثانية في المحور التطبيقي هي أنه إن طبق هذا القرار على ما يقوله فريق الموالاة فإنها تؤدي إلى كثرة تأثير الشركات على الأخبار، فتصير الأخبار متحيزة على حسب هواها، وكذا إلى إعدام المؤسسات الإخبارية، حيث يتغير المؤسسات الإخبارية لنيل الربح إلى وسائل الترفه والتنعم، لأنها أكثر تحصيلا للربح، ولأن مؤسسات الأخبار الممولة من غير الدولة تعتمد على الأمور التي يمكن أن يؤدي إلى التحيز والضغط من الشركات والمشاركين. مداخلة، تفضل. هل هناك مصداقية عامة للمؤسسة الإعلامية الممولة من الدولة والاستدامة في الآراء الإخبارية حين الحكومة تتعير بشكل دوري؟ جوابك ستأتي في حجتنا الثالثة. وعلى سبيل المثال، فحجتنا كانت أن المؤسسات تؤدي أن منع هذه المؤسسات تؤدي إلى التحيز، ولأن المؤسسات الأخبار الممولة من غير الدولة تعتمد على الأمور التي يمكن أن يؤدي إلى التحيز والضغط من الشركات والمشاركين الممولين. على سبيل المثال، نحن نأخذ في الولايات المتحدة نشاهد حفلة من الشركات مثل كومكاست، CNN تسيطر على شكل كبير من سوق الوسائط الإخبارية، وقد أدى هذا التركيز إلى تقليل تنوع وسائل الإعلام وإلى تغييرها إلى وسائل الترفه والتنعم، هذا مشاهد. وأما الممولة من قبل الدولة، تفضل بالجلوس. وأما الممولة من قبل الدولة فإنها تقلل تأثير الشركات على الأخبار، فتؤدي الأخبار على هيئتها الحقيقة الذي هو هدفنا السامي النبيل. فالحل الوحيد الفريد
هذه المشكلة هو أن يفضل عالم ذا أن يفضل عالم ذو مؤسسات إخبارية تمولها الدولة. مداخلة. تفضل بالجلوس. وأما حجتنا الثالثة في المحور القانوني وهي أن المؤسسات الممولة من الدولة مسؤولة أمام الجمهور وغالبا ما تحاسب تحت الإشراف البرلماني، فهذا تضمن شفافيته والمسؤولية في إعداد التقارير، فهذا مما يكثر موضوعيتها، لأن المحاسبة تقلل الأخطاء والأخبار الكاذبة والمحرفة، وهذا هو معلوم للجميع أن خوف المحاسبة يعددنا لفعل الصحيح. ولذا ومن أمثلة الداعمة لهذه الحجة القناة سي بي سي راديو كندا يتم تمويلها من قبل الحكومة وتحاسب تحت إشراف البرلمان، وتضمن هذه المحاسبة والمسؤولية التزام قناة سي بي سي بالمعايير والأخلاقات الصحفية بما يؤكد شفافيتها وموضوعيتها في إعداد التقارير، وهذا يوصل إلى هدفنا السام النبيل ألا هي تحقيق وصول الأخبار إلى على هيئتها الحقيقة إلى الجميع. بخلاف المؤسسات الممولة من قبل غير الدولة فإنها لا تضمن أي مسؤولية على شفافيتها وموضوعيتها حين لا تحاسب ولا تسأل. وزيادة لنا حجة آخر أن مؤسسات الممولة من قبل غير الدولة لا يهتم برواية الأخبار التي تتعلق بالأقلية، إذ لا نفع فيها ماليا إلا إذا قوبل من جهة المؤسسة الممولة. وأختتم كلامي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا جميلا للمتحدث الثاني من فريق المعارضة. أيها الجمهور، قد انتهينا من دور المحاججة وبناء الموقف، نحن نلج إلى دورة ثانية من المناظرة العربية، دورة التفنيد والتلخيص. أولا أدعو المتحدث الثالث من فريق الموالاة محمد إسماعيل لتفنيد ما قاله فريق المعارضة ولتلخيص فريقه، فليتفضل مشكورا. ശ്രദ്ധിക്കുക, സാനിയ വിഭാഗം സോങ് ഇംഗ്ലീഷ് മത്സരം വേദി 3 ഓഡിറ്റോറിയം ഫെസിൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ്. മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദി 3 ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സാനിയ വിഭാഗം സോങ് ഇംഗ്ലീഷ് മത്സരം വേദി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക. سيدي رئيس الجلسة ولجنة التحكيم والحكام العدول وضوابط الوقت وزملاء من كلا الفريقين، فريقي فريق الموالاة وفريق المعارضة، أولا ألقي لديكم تحيتي وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد اجتمعنا في هذه القاعة مناظرين حول القضية يفضل هذا المجلس عالما بدون مؤسسات إخبارية تمولها الدولة. نحن فريق الموالاة نحن نوافق هذه القضية موافقة تامة على هدفنا النبيل إثبات تعزيز الإعلام المتصلة والإخبار الموضوعية، حيث يسبب ذلك تقدير حرية التعبير وتقليل التحيزات الحكومية والدولية وتحقيق الاستقلال لنشر الإخبار، وحقيقة مما يسلح ديمقراطية ويحفز النقاش العام. أنا المتحدث الثالث من فريق الموالاة أقوم أولاً بالتفنيد ما قال الفريق المعارضة والتلخيص. قبل الخوض إلى التلخيص أدخل إلى تفنيد ما قال فريق المعارضة من هجتهم الباهية، حيث قال المتحدث الأول من فريق المعارضة تعريفا غير جامع ومانع لمؤسسات التي تمولها الدولة.
الدولة ونحو المؤسسات الدولية التي تمولها الدولة التي تتأثر فيه التأثيرات المالية وغيرها. وحيث قالوا هناك في المؤسسات التي تمولها الدولة إيجابيات أكثر التي تدمرها السلبيات. ولا نسلم ذلك، نحن نرد هذه القضية أن السلبيات التي المؤسسات الإخبارية التي تمولها الدولة أكثر من الإيجابيات، والإيجابيات التي تدمرها الحقيقة المؤسسات الإخبارية. المداخلة. عفوا. قضيتنا، وحيث قال المتحدث الأول من فريق المعارضة أن المؤسسة الإخبارية التي تمولها الدولة تهتم بمصالح العامة وتضر الجمهور المؤسسات التي تمولها الشرقات الخاصة. المداخلة. عفوا. ولم نقل المؤسسات التي تمولها الخاصة والشرقات فقط، ونحن نقال المؤسسات التي تمولها وتؤثرها العامة والمستقلة في الوسائل الإعلامية والأخبار. ومصالح العامة، كيف تحقق هذه مصالح العامة؟ هناك سلبيات ومضرات للعامة، مثل تقارير انتقادية وتجنب انتقاد سياسة الحكومة، عفوا، وتقويض الجمهور في حرية الصحافة، وتنبغ أقل في خيارات الأخبار من قبل سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، يمكن أن تؤدي إلى تقارير ودعاوى متحيزة لمصالح الحكومة الحاكمة فقط. وقد يعرض سلامة الصحافة ووصول الجمهور إلى أخبار موضوعية متناوسة للخطر، وقد تزاحم منافذ الإعلام العامة والمستقلة والحرة من المنافذ للإعلام والوسائل الإخبارية العامة والمستقلة. وقد تقول استخدام غير فعال أموال رافع الضرائب العامة ومصلحة العامة تؤخذ من مصلحة الأموال والاقتصاد. وكيف هناك مصالح عامة التي تستخدمها الحكومة الحاكمة الضرائب وتخفضها الضرائب للمؤسسات الإعلامية التي تمولها الدولة، ونفي الضرائب والحدود للمؤسسات التي تمولها الدولة. وحيث قال المتحدث الثاني من فريق المعارضة أن المؤسسات التي تمول الشركات إلى تحيزات، وسألتم هل هناك احتمال إلى تعدي التحيزات من قبل المؤسسات التي تمولها الشركات والخواص، وأن الخواص والشركات التي تحكمها الحكومة الحاكمة، أن سيطرة الدولة والحكومة الحاكمة قد تؤدي إلى تحيزات أقصر. المداخلة. تفضل. مثلناها بمشاهدات مثل CBC وCNN وكومات. حيث فهمتم الجواب التي الشركات التي تؤدي إلى تحيزات التي تؤثر فيها الحكومة الحاكمة للشركات والخواص فقط. والمتحدث الثالث من فريق المعارضة حيث قالوا مسؤولية المؤسسات التي تمولها الدولة هنا لها مؤسسات أمام الجمهور وشفافية، وكيف هناك شفافية ومصداقية للعامة والوثوق للعامة؟ إن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام تؤدي إلى تقارير في أجندات المضاربة والبيئات المستقلة السياسية، عفوا، وتخفيض المصداقية في التحرير والرقابات المستقلة ونفوذ المحكومة وتلاضي المساءلة. المساءلة الإعلامية المبملة من الدولة مسؤولة عن الأخلاق الإعلامي الحقيقة؟ لا. الأخلاق الإعلامي الحقيقة قد منفية في المؤسسات التي تمولها الدولة. وأنا أدلج إلى تلخيص حججنا. الحجتنا الأولى في
إن عدم تمويل الدولة مؤثر بشروط على حرية الصحافة، ويعتبر عدم تمويل الدولة بأي مرمئة على مرتبة في مؤشر العالم لحرية الصحافة. وهجتنا الثانية أنه يمكن للحكومات التي تمويل هذه المؤسسات التأشير في محتوى التقارير والتحقيقات الإخبارية. قد يكون هناك ضغوط وإجبار من جانب الحكومة لتخرج الأخبار بطريقة تتفق مع سياسة الحكومة أو الحاكمة أو على تجنب انتقاد الحكومة. فهذا مما يحد من حرية الصحافة، والصحفيون مجبرون في هذه القضية. إن الجدنة الثالثة، إن الاستقلال المالي للمؤسسات الإعلامية يعزز الثقة العامة في مصداقية وفاقية الإخبار التي تقدمها عند تقول وسائل الإعلام المبلغ من الجماعات المستقلة وغير مرتبطة أكثر من الدولة. أختم كلامي، السلام عليكم. جلة التسبيحات وجمة التمجيدات للمتحدث الثالث من فريق الموالاة. نحن ننتظر التحدث الأخير من هذه الدورة، الدورة التفنيد، المتحدث الثالث من فريق المعارضة محمد أجمل، لتفنيد ما قاله فريق الموالاة ولتلخيص محاور فريقه، فليتفضل مشكورا. ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുക, മുനാദറ കുല്ലിയ വിഭാഗം മുനാദറ മത്സരത്തിന് ശേഷം വേദിയൊന്ന് അൽകാഹിറയിൽ സനവിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇംഗ്ലീഷ് മത്സരം അരങ്ങേറുന്നതായിരിക്കും. അതേസമയം തന്നെ ഡിഗ്രി ഹാൾ വേദി തൂണിസിൽ ആലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്പീച്ച് കൃത്യം 10:45 തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദി തൂണിസിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതേസമയം ഓഡിറ്റോറിയം വേദി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സാനിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സംഘ മത്സരവും നടക്കുന്നതാണ്. മുഴുവൻ മത്സരാർത്ഥികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരുക. صاحب الجلالة وجمهور الكرام وسادة العدالة، لجنة التحكيم وزملائي من كلا الفريقين، فريق المعارضة وفريق الموالاة، أحييكم بتحيتي وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في هذه القاعات المباركة احتشدنا على قرار هذا المجلس الذي منطوقها يقول يفضل هذا المجلس العالم بدون مؤسسات إخبارية التي تمولها الدولة. فنحن فريق المعارضة نعارض قرار هذا المجلس معارضة تامة، فنفضل العالم بمؤسسات إخبارية التي تمولها الدولة. فأنا المتحدث الثالث من فريق المعارضة أقوم بالتفنيد الكامل والتلخيص الشامل. فهدفنا الثامن نبيل في هذه المناظرة هو تحقيق وصول الأخبار على هيئتها الحقيقة إلى الجميع. أولا دعوني أفند ما أتى به فريق الموالاة. فأولا إنهم بيّنوا هدفهم هو تعزيز إعلام مستقل، فإني أقول فهذا الهدف هو محقق أيضا على دعوانا، لأن دعوانا هو أن الحكومة تدعم المؤسسات الإخبارية بالمال فقط لا مدخل لها إلى الإخبار. فعلى هذا هناك هدفكم محقق أيضا على دعوانا. فحجتهم الأولى هو تدخل الدولة على حرية واستقلال الأخبار. فنحن فريق المعارضة نعارضها معارضة تامة، لأن هذا هو احتمال فقط، لأن هناك قناة مثل CBC وغيرها فإنها تقوم بالأخبار الحقيقة. ونحن نرد هذا الاحتمال بالقوانين والضوابط التي تمنع الدولة والحكومة من التأثير. فعلى هذا فهذا الاحتمال مدفوع في الحكومة، ولكن فإن الاحتمال للتحيز والتأثير هو موجود أيضا في المؤسسات الأخبارية الممولة من قبل غير الدولة، بل هو أكبر منها، لأن هناك احتمال للتأثير غير المالي من قبل الحكومة ومن قبل حزب المخالفة ومن قبل الشركات ومن قبل الأفراد، فهناك احتمال أكبر. فعلى هذا إن استقلالية الصحفة ضائعة في المؤسسات الأخبارية الممولة من قبل غير الدولة. فعلى هذا نحن نعارضها حجتهم الأولى معارضة تامة. فحجتهم الثانية والثالثة يقول إن المؤسسات الممولة
تفضل. هناك كثير من المؤسسات ينشر سلبية تتفق الحكومة مثل صحافة الولايات المتحدة، فكيف يكون مسؤولية إذا اتفق الحكومة بهذه السلبية؟ لذلك قلنا بالحل، قلنا في حلنا، فهناك قوانين وضوابط على منع الدول في التدخل والتأثير في الأخبار. فهجتهم الثالث والثالث يقول هناك فهناك ضغط وإجبار من تحقيق الأخبار. فيا إخواني، إن الضغط والإجبار هو أكثر والغالب عندما تكون ممولة من الشركات والأفراد، لأنهم يؤثرون على تحقيق الأخبار لتحصيل الربح والأموال. فعلى هذا هذه الهجة هي خلاف موقفهم. فإني أفند هججهم كليا داخلا، عفوا، فإني أفند هججهم كلها تفنيدا كاملا، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع. فإنه قام بمشكلتهم ألا وهي فإنهم قاموا بالمشكلة بمشكلته هي انتشار الأخبار الكاذبة. فإن ذلك المشكلة داخلا، عفوا، فإن ذلك المشكلة هو تهل بحلنا أيضا، ولكن المشكلة التي قدمناها لا تهل بحلكم. فلكم الاختيار، هل الحل التي تحل مشكلة الفريقين أفضل وأحسن، أو الحل التي تهل مشكلة فريق الواحد؟ فلكم الاختيار داخل. فالآن تفضل بالجلوس. فالآن أقوم بتلخيص حجج فريقنا. فهجتنا الأولى في المحور الاجتماعي هي أن المؤسسات الإخبارية الممولة من قبل الدولة تهتم بالمصالح العامة على الربح وتحصيل الممولة وتحصيل الأموال على أكثر المؤسسات الإخبارية الممولة من قبل غير الدولة. فتفنيدا لهذه الهجة، إنهم قالوا أن المؤسسات الإخبارية لا يهتم بمصالحها عامة. فنحن قد نقدم قناة داخل. عفوا، فنحن نقدم قناة مثل CBC في كندا، فإنها تقوم بالأخبار الحقيقة وهي تهتم بمصالحها عامة. فعلى هذا التفنيد فإني أفند تفنيدهم. وهجتنا الثانية في المحور التطبيقي هي أنه إن طبق هذا القرار فإنها تؤدي إلى كثرة تأثير الشركات على الأخبار، فتصير الأخبار متحيزة على حسب هواها. فتفنيدا لهذا، إنهم قالوا وذلك التحيز أكثر في المؤسسات الدولة. فإني أفند تفنيدهم، بل هناك أكثر اهتمام للمؤسسات من غير الدولة، لأن هناك تأثير من الأشخاص والأفراد وغيرها. فهجتنا الثالثة في المحور القانوني هي أن المؤسسات الممولة من الدولة مسؤولة أمام الجمهور، وغالبا ما تحاسب تحت الإشراف البرلماني، فلذا تضمن الشفافية والمسؤولية في إعادة التقارير. فخلاصة نحن فريق المعارضة نفضل العالم مع مؤسساتنا الإخبارية التي تمولها الدولة. فهدفنا السامي النبيل هو تحقيق وصول الأخبار على هيئته الحقيقة إلى الجميع. ونحن أتى بثلاث وجهات قاطعة ساطعة الراجعة إلى هدفنا. فنحن نؤكد ونثبت ونكرر أفضلية العالم مع مؤسساتنا الإخبارية التي تمولها الدولة. أختتم كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التهاني والتبريكات للمتحدث الثالث من فريق المعارضة. أيها الجمهور، قد انتهينا من الدورة الثانية للمناظرة العربية، دورة التفنيد. نحن نلج وندخل إلى الدورة الأخيرة للمناظرة العربية، ألا وهي دورة خطاب الرد. نحن نبدأ الخطاب الرد بفريق المعارضة. أولا أدعو من يقوم بخطاب الرد من فريق المعارضة، شاهين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم مجددا. تنامون وتحلمون أحلاما مستحيل وقوعها، وتنظرون إلى سرابات لا تحقق لوجودها، وتظنون عدلا ما عينها مجرد الجور والظلم والمضرة، حيث تزعمون أن تفضيل عالم بدون مؤسسات إخبارية
تمضلها الدولة يوصل إلى الأخبار الموضوعية المستقلة، فإنها أكبر السفاهة وأعظم الجهالة. ولا نعجب منكم، لأن الشاعر يقول: لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم. لا نعرف إن تنكرونه تجاهلا أم جهلا. أريد ببياني إيجابيات فريقنا وسلبيات فريق الموالاة. هذا المجلس المناظرة يوافق موقفنا وهدفنا تاما، ويعلن وهذا الجو المناظرة يعلن بفوزنا لأسباب شتى سأبينها. بأنها أولا حيث أن حجتنا كلها كانت قاطعة ثابتة مبنية على مقدمات صحيحة واضحة ثابتة، وجاءت على الشكل الأول الذي إنتاجها بديهي، ولم يمكن الفريق الموالاة اختيار أي خطأ في حججنا، وها أنا أقول لن يقدروا عليها على ممر الزمان. لأن حججنا قطعية واضحة بديهية الإنتاج، وحججنا أيضا ثلاثة منتجة متنوعة المحاور من المحور الاجتماعي والسياسي والتطبيقي والقانوني، ومطابقة لهدفنا ومثبتة لموقفنا ومراجعة إلى هدفنا. وهذه أيضا تؤكد فوزنا في هذه المناظرة. وقد مثلنا لجميع حججنا بالأمثلة المشاهدة، ولم يتهيأوا ولم يتجرأوا لتمثيل، بل ردوا حججنا بمجرد الرد، حيث قالوا: لا نسلم ذلك. وكيف لا تسلمون ذلك؟ وفعليكم بيان الاعتراضات بدل القول لا نسلم ذلك. ومجرد الرد لا يوجب شيئا، وإنما هو تجاهل أم جهل. وحججهم كانت غير عقلية، وكانت واهية أمام حججنا القاطعة الشاطعة، ولم يطبقوا دعواهم على أنهم هم الحكومة، ولم يطبقوا دعواهم وما كانوا معتبرين بالمشاكل التي ذكرناها، ولم كانت حلهم هذا ينفي مشاكلنا العديدة التي ذكرناها. وأما نحن فقد رددنا ودفعنا كل مشكلة ذكرها فريق الموالاة بحلنا الصحيح، ألا هو تفضيل عالم ذي مؤسسات إخبارية تمضلها الدولة. وحججهم كانت أيضا لا تؤدي إلى هدفهم، حيث كانت هدفهم تؤدي الأخبار على حقيقتها، وهذه حجتنا. ولم يكن حجتهم تؤدي إلى ذلك، بل كانت تعين دعوانا. وأختتم كلامي، السلام عليكم. شكرا جزيلا جميلا لمن قام بخطاب الرد من فريق المعارضة. أيها الجمهور، نحن نستمع إلى التحدث الأخير لهذه المناظرة العربية من الجولة النهائية لسنتينيوم. من يقوم بخطاب الرد من فريق الموالاة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. تموتون وترحلون إلى أمريكية، ونحن نعيش متنعمين في هذه القاعة المباركة متوافقين المناقشة. إنما الفريق المعارضة تخلق الموانع عندما نحن نجد أن يعدم ويدفع هذه الموانع في هذه معاق النظر. أريد ببيان إيجابية فريقنا وسلبيات فريق المعارضة. هذا المجلس المناقشة يوافق قضيتنا وموقفنا وهدفنا تاما كاملا. الجو المناقشة يثبت فوزنا بأسباب شتى. هججنا كلهم ثابتة في هذه الميدان المناقشة، ولم يمكن لريح المعارضة أن يختار أي خطأ هذه الحجج التي قدمت
قدمناه لهذه المناقشة. حجتنا الأولى عدم التمضي.